الحزن والعزلة والغضب أعراض إذا ظهرت على طفلك فإنه قد يكون مكتئبا، وعدم العلاج ربما يقوده إلى التفكير في الانتحار لا قدر الله لدى وصوله لمرحلة المراهقة. وفي حمية نسأل ما هو سر العلاقة بين نقص العناصر الغذائية الأساسية وزيادة الوزن. من استوديو الجزيرة مباشر بالمستشفى الأهلي بالدوحة، أهلا بكم مع الحكيم. اكتئاب الأطفال والمراهقين، علامات يجب ملاحظتها والحل في العلاج النفسي. مشاهير عالميون لا تتوقع أنهم عانوا الاكتئاب في مراهقتهم. دراسة أسترالية تكشف علاقة وطيدة بين الوجبات السريعة واكتئاب الأطفال والمراهقين. عناصر غذائية يؤدي نقصها إلى زيادة الوزن، ووصفات صحية لتعويضها. أهلا بكم مشاهدينا، وأرحب بضيفتي دكتورة عبير عيسى، استشارية الأمراض النفسية في المستشفى الأهلي. ونحاول الوصول في هذه الحلقة إلى مناطق تسرب الاكتئاب إلى نفوس أطفالنا ومراهقينا وأفضل طرق العلاج. يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا في هذه الحلقة من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وعبر صفحتي برنامج مع الحكيم على تويتر وفيسبوك. وبالطبع نلفت نظركم إلى أن هذه الحلقة تبث الآن مباشرة على صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر. إذن في البداية أرحب بدكتور عبير من جديد، وأريد أن أسأل سؤال افتتاحي لهذه الحلقة، هل بالفعل يصاب الطفل بالاكتئاب؟ والله هو السؤال دوت أنا بلاقيه كتير جدا عند أولياء الأمور اللي بيجوا جايبين أولادهم يعانوا من مرض الاكتئاب. وطبعا في معظم الحالات ما بيبقوش جايين لوحدهم، يا اما جايين محولين من طبيب اخر هو اللي قال لهم ان الطفل محتاج لطبيب نفسي لانه مصاب بمرض الاكتئاب، او يكون محول من المدرسه لان المدرسه لاحظوا عليه بعض التغيرات السلوكيه اللي محتاجه طبيب نفسي، وهم اللي طلبوا من الاسره انها تقوم بعرض الطفل على طبيب النفس. فعند بنظره الحاله وتشخيصها بالاكتئاب الاقي فعلا السؤال ده موجود. اول سؤال يتسال لي عنده اكتئاب يا دكتوره؟ معقول عنده اكتئاب؟ هو الأطفال بيجي لها اكتئاب فعلا؟ طبعا الطفل ده يعني ليه أحاسيس وليه مشاعر وبيتفاعل مع الحاجات اللي حواليه سواء سلبية أو إيجابية، بيفرح ويحزن ويعيا، بيجيله مرض نفسي زي الاكتئاب وزي الوسواس القهري وزي نوبات الهلع والخوف وعدم الرغبة نروح المدرسة، يعني جميع أو معظم الأمراض النفسية اللي بنلاقيها في الكبار أكيد بنلاقيها في الصغيرين كمان بس بأشكال مختلفة. كيف تكون هذه الأشكال المختلفة؟ يعني الفرق بين اكتئاب الأطفال والأمراض النفسية الأخرى؟ الاكتئاب في الأطفال هو اكتئاب، يعني هو بيجي بشكل مختلف عن الاكتئاب الموجود أو اللي بيجي في الكبار بعد كده. الطفل ما بيعرفش يعبر ان هو مكتئب، ما بيجيش يقول انا زعلان، انا حزين، انا المشكله الفلانيه عامله لي حزن، عامله لي ارق، لا بيجي بيعبر بطريقه ثانيه. يمكن عشان كده معظم الكتب بتصنف او بتكتب كلمه الاكتئاب لدى الاطفال بالاكتئاب المقنع. المقنع او الماسك ديبريشن، يعني ايه المقنع؟ يعني الطفل بيبقى غير مكشوف، بياخد شكل اخر غير شكل الاكتئاب المتعارف عليه اللي احنا بنشوفه في الكبار ونقول فعلا ده شكلك مكتئب، روح لطبيب نفسي او يعني شوف ايه المشاكل اللي عندك اللي ادت لحدوث هذا الاكتئاب. يعني ليس من السهل اكتشافه. طبعا مش طبعًا. سهل اكتشافه بطريقه سهله. اهم اسباب الاكتئاب طبعا يعني سنخصص هذا الجزء الاول لاكتئاب الاطفال، الجزء الثاني سنتحدث عن اكتئاب المراهقين. ما هي اهم اسباب اكتئاب الاطفال؟ أول حاجة الأسباب الوراثية، يعني إحنا عارفين إن المرض النفسي أو القابلية للمرض النفسي هي تورث، يعني لو كان خصوصا أقارب الدرجة الأولى زي الوالدين الأب أو الأم لو كان أحدهم مصاب بمرض نفسي فالقابلية عند الطفل لحدوث المرض النفسي بأي شكل من الأشكال هيكون موجود. دي أول حاجة، دي هي إيه بالنسبة ليكون في عامل وراثي. تاني حاجة بالنسبة للعامل الاجتماعي أو العامل الأسري، يكون الطفل اتعرض لمشاكل
في الأسرة، يكون اتعرض مثلا لضغوط نفسية في الأسرة، يكون شايف قدامه مشاكل أسرية بين الأب والأم، قدامه مشاكل صراعات على مدار اليوم أو كده بيحصل قدام الطفل، فطبيعي دوت بينعكس على نفسية الطفل، ممكن يسبب له اكتئاب. ممكن في المدرسة لو طفل راح المدرسة مثلا عدم تحصيله، عدم كفاءته الدراسية، يتعرض للانتقاد، يتعرض للانتقاد من الأطفال أصدقائه في المدرسة أو زملائه في المدرسة، يتعرض للانتقاد من المدرسين نفسهم، خلاص يكون يتعرض عنده للتنمر مثلا، يتعرض للتنمر، يتعرض للتحرش اللفظي والجنسي والمعنوي، كل الحاجات دي ممكن تؤدي إلى الاكتئاب. وبعدين كل ما الطفل يبقى أصغر في السن كل ما عوامل أو أسباب الاكتئاب بتكون مختلفة عن الطفل أكبر مثلا في مرحلة المدرسة أو في مرحلة المراهقة اللي هنتكلم عليها في بعد كده. يعني مثلا قبل المدرسة مختلف، قبل المدرسة يكون نتيجة مشاكل أسرية، يكون نتيجة إهمال من الأم مثلا، غياب فترات طويلة خارج المنزل، غياب الأب خارج المنزل، عدم وجود تخصيص وقت يومي أو وقت في آخر الأسبوع مثلا لقضاء أو الاستمتاع مع الأطفال، عدم مشاركة الأطفال في اللعب، في التحاور، في النقاش، كل الحاجات دي ممكن تؤدي العلاقة بين الأب والأم بالضبط. لو في أي حدوث أي مشاكل بالأم، مشاكل الانفصال، مشاكل الطلاق، مشاكل عدم اللي هو العنف، يعني ان الزوج او الزوجه يعنفوا بعض قدام الطفل، كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى الاكتئاب. تعرفنا على الاسباب المؤديه لاكتئاب الطفل، فان توفرت هذه الاسباب التي يعني تزيد احتمالات اصابه الطفل بالاكتئاب، ما هي علامات واعراض الاكتئاب التي يجب على الاسره ملاحظتها في طفلك؟ احنا عندنا ممكن احنا نقسم العلامات لثلاث حاجات. اول حاجه علامات مزاجيه، يعني مزاج الطفل، يكون الطفل خصوصا مع السن الصغير الرغبة الشديدة في البكاء، على طول الطفل بيبكي على أتفه الأسباب، العنف، الحساسية المفرطة، الرد حتى بألفاظ عنيفة حتى على الوالدين، ويمكن أن تصنف أنها عدم احترام الوالدين، وبدل ما نشوف هو إيه اللي غير الطفل كده إحنا نزود من نهره ونزود من محاسبته على هذا وعقابه. ممكن يكون العناد الفظيع، أن هو بيعاند، ما بيسمعش الكلام، بيرفض يروح المدرسة، دي كلها اضطرابات مزاجية، سلب السعادة من الطفل، يعني مفيش حاجة بتبسطه. الحاجات اللي كان بيحبها وبيحب يروح يعملها، سواء نشاط رياضي، سواء أصحاب، سواء حتى أكل بيحبه، فسحة بيحبها، كل ده بيبقى مش مأثر فيه خالص، مفيش أي، لإما مفيش أي تعبير أو على طول حزين. نيجي بعد كده دي بالنسبة للاضطرابات المزاجية. نيجي الاضطرابات السلوكية، زي عدم مش عايز يروح المدرسة، يرفض المروح للمدرسة، يرفض الطعام، ينعزل عزلة، يبقى عايز يقعد لوحده أو يقعد في غرفته معظم الوقت، يرفض المشاركة في أي نشاط مع أنه دي مش طبيعته. يعني أهم حاجة أي مرض نفسي يكون ليه بداية، يعني ده مش طبيعة طفلي، يعني ده مش ابني اللي انا اعرفه، في تغير حصل، ان في بدايه للتغير، عشان خاطر انا افرق بينه وبين ان هو مرض ازاي، اعرف ان هو مرض ازاي، ان الطفل اتغير، يعني دي مش طبيعتي يا دكتوره، ابني ما كانش كده، ابني كان بيروح اللي يحب يروح يلعب، يروح يشارك الالعاب الرياضيه، النشاطات، يحب لما يعني يفرح لو مثلا رايح فسحه معينه، يفرح مثلا لو شارك في اي حاجه، ده كله مش موجود. يبقى العزلة أو فرط الحركة، يعني احنا قلنا الحاجات برضو السلوكية، فرط الحركة، عدم الانتباه، عدم التركيز، دي كلها برضو حاجات. ولكنها سواء العلامات المزاجية أو العلامات السلوكية هي شيء جديد يطرأ على الطفل، فيجب على الأسرة ملاحظة هذا التغيير، البداية في ملاحظة التغيير. ما دي بقى اللي احنا بنقول العلامات الأولية، ان احنا ممكن لو حصل منها واحد أو اثنين ممكن احنا ندرك أو نلحق الطفل في أوله، في أول اللي هو المرض، ان فعلا المرض ده الطفل ده فعلا مصاب بالاكتئاب. نيجي بعد كده آخر حاجة اللي هو الحاجات العضوية. انت عارف يمكن احنا يمكن شفناها كتير قوي، ان الطفل مثلا يبدا يشتكي بحاجات عضويه، على طول ماما مصدع، عندي صداع، راسي وجعاني، على طول بطني بتوجعني، عندي الام في البطن، خصوصا لو الالام دي مرتبطه بالمكان المسبب للاكتئاب. يعني ايه؟ يعني مكان المسبب للاكتئاب في المدرسه، تلاقي انك انت بتصحي ابنك الصبح يروح المدرسه، مش قادر يا بابا بطني بتوجعني وعندي مغص ومش قادر وهموت، او مصدع او عينيا او مش شايف، تبدا انت توجعه بطنه ساعه نروح المدرسه. ايوه بالظبط، هذا يعني ان في اكتئاب سببه المدرسه، ان في اساس او مشكله الولد ده في المدرسه، ان هو متعرض لمشكله في المدرسه، فهو بيتجنب المدرسه لانه مش حابب يروح المدرسه. وممكن تكون بطنه بتوجعه فعلا،
اه طبعا اه طبعا بس مش معنى كل ما تصحي يروح المدرسه بطنه هتوجعه او مش معنى مثلا كل ما تطلب منه مثلا تعالى كل هو مش عايز ياكل وفقد الشهيه يبدا يتحجج باي حجه عشان ما يجيش ياكل مثلا ويروح مش نشاط رياضي هو مش عايز يعني مش مستمتع الولد مش مبسوط فمش عايز يروح فهو مش قادر يقول لك انا متضايق انا حزين انا مش مبسوط يقول لك ايه انا تعبان انا جسمي بيوجعني انا ما عنديش يعني ذاتيا يتحول ذلك الى مرض عضوي الى وجع في البطن الى صداع عشان كده ده اللي بقول لك عليه في الاول ان ممكن هو يحول من طبيب اخر احد الزملاء سواء مثلا باطني او مثلا أطفال. طبيب العيون او طبيب الاطفال يحول منه لان هو المرض ليس لديه مرض عضوي والطفل ما زال يشتكي بالام في هذا تم الجزء. تحويل الطفل او تم وصول الطفل الطبيب ما هي طرق العلاج دكتورة كيف يتم التعامل مع طفل مكتئب لا معلش الاول لازم اشخص احنا نشخص دي احنا قلنا العلامات صح بعد العلامات هبدا انا احلل هذه الاعراض واحد واحده الاول لازم تكون هذه الاعراض مستمره لازم تكون هذه الاعراض تكون عدى عليها فتره زمنيه اقل اكثر من اسبوعين يعني اسبوعين فما فوق عشان اقدر اشخص ان الطفل ده مصاب بالاكتئاب لازم احدد شده الاكتئاب اللي موجود عند الطفل نتيجه ايه يعني كميه الاعراض الموجوده قد ايه يعني المريض الطفل عنده كم يعني 5 يشخصوا اكتئاب اكتر من كده هنبدا ان احنا نخش اكتئاب يعني بسيط ولا متوسط ولا شديد اكتئاب ده معاه اعراض اخرى اعراض مثلا وسواس قهري اعراض قلق اعراض خوف يعني هل هو اكتئاب بس ولا اكتئاب مصاحبه او موجود معاه احد الامراض النفسيه الاخرى خلاص شخصت الاكتئاب وحللته بالطريقه العلميه اللي هي الاعراض اللي انا عارفاها بقى اللي ابدا انا اسال عليها بطريقه مباشره دي العلامات وفي حاجات متغيره وجابهولي ابدا اسال خلاص اتاكدت من الاكتئاب بقى هبدا الاول هبدا اعالج الاكتئاب هبدا الاول اعرف الاسره يعني ايه اكتئاب يعني هي اللي احنا بنقول عليها السايكو او الفاميلي ايدوكيشن او السايكو ايدوكيشن انا بعلمه وبعلم الاسره طبعا العلاج لازم يكون يمكن مريض الاكتئاب اللي هو الطفل المكتئب العلاج بتاعه مش علاج شخصي لا يعني مش لازم هياخد دواء ويمشي ولا انا هقعد هو معاه لوحده ولا جلسه ولا لوحده هو بس لازم هجيب الاسره كلها اجيب الاب والام فهمني اقول لهم روح اسالوا عليه في المدرسه انا عايز ادور على سبب اكتئاب الولد فهمني فلازم اقعد مع الاب اقعد مع الام اعرف منهم في عندهم مشاكل اسريه ولا لا اول الطريق معرفه السبب معرفه السبب عشان خاطر ما بقاش انا قاعده اعالج في الولد وانا ما عالجتش السبب على اساس السبب بيتم تحديد يعني انا بعالج اعراض بعالج اعراض وبعالج سبب عشان اضمن ان الاعراض دي ما ترجعش للطفل تاني وما تحولش بعد كده الى اكتئاب مزمن لان انا ما عالجتش المسبب لهذه الاعراض عظيم تحدثت عن يعني توعية الأسرة بالاكتئاب وعن أهمية هذه التوعية أوصت دراسة أمريكية أجريت في معهد عقل الطفل في نيويورك بأن يتم توعية الآباء والأمهات باضطرابات القلق وكذلك نشر التوعية في المدارس حتى يتم التدخل والدعم المبكر لإنقاذ الطفل من تداعيات خطيرة قد تصل إلى الرغبة في الانتحار الذي ارتفعت معدلاته مؤخرا فالقلق يجعل الأنشطة اليومية للطفل صعبة بدءا من الذهاب إلى المدرسة والتحصيل العلمي انتهاءا باضطراب النوم وقد يتطور ذلك إلى الاكتئاب وعلى الوالدين ملاحظة أي اختلاف في سلوك الطفل من خوف أو رغبة في الانعزال أو شعور بالحزن والذهاب به فورا إلى طبيب الأطفال أو الطبيب النفسي طيب إلى أي مدى تتفقي مع هذه الدراسة؟ طبعا اتفق يعني 100% طبعا يعني احنا المفروض احنا زي ما احنا قلنا التوعية دي ممكن نعرف بها العلامات الأولية للمرض وبالتالي أعمل تدخل مبكر وأمنع إن المرض يزيد في الشدة أو زي ما أنت بتقول كده يؤدي إلى الانتحار. فطبعا ده مهم جدا. النقطة مهمة دكتورة استقرار الأسرة ودور الأسرة في التأثير على نفسية الطفل قد يعني في اكتئاب او غير اكتئاب طبعا ده يعني من اهم الاسباب الرئيسيه للطفل ايه هي اسرته يعني ان هو الطفل يخش في اي اضطراب او ينجح في حياته سواء حياته الشخصيه او حياته الاجتماعيه او حياته المدرسيه خلاص ماشي او العلميه عموما يعني هيكون هيبدا من بيته من اسرته من الاب والام الاساس وبعد كده الباقي اللي هو الاخوات المشاركين معاهم في الايه في البيت فطبعا وجود اسره سويه طبعا واعيه
فهمة يعني إيه تربية طفل، يعني قرية كويس أو مثلا سألة كويس عن كل مرحلة ومراحل الطفل قبل ما طفلهم يدخل فيه، ده أكيد بيجنب الطفل حدوث أي مشاكل، وخصوصا المشاكل النفسية اللي ممكن تحصل في المراحل العمرية المختلفة. طيب توعية الأسرة بأهمية هذا الأمر، ماذا يجب عليهم أن يفعلوا، حتى يعني خاصة لو في ظروف بالفعل انفصال مثلا أو يعني ظروف خلافات أسرية؟ أول هذا موجود يعني أكيد. طب أكيد طبعا أي ما فيش أي بيت بيخلو من مشاكل أسرية، لكن عدم نهر الزوج والزوجة أو عرض مشاكلهم أمام الأطفال، يعني ما بقاش يحاولوا يتحكموا شوية في الأمر، يعني يحاولوا يتحكموا في أعصابهم شوية، يحاولوا يتحكموا في الكلام اللي يتقال قدام الأطفال، يحاولوا يفضوا نفسهم لأولادهم شوية، ده مهم جدا، يتحاوروا معهم. يمكن مثلا تلاحظ يعني ممكن تلاقي الأم جاية تعبانة ومشغولة وجاية تعبانة مرهقة من بره، أو الأب كذلك مش حتى مدي فرصة لأولاده إن هم حتى يكملوا الكلمة، يعني حتى ما عايزين يحكوا بصي حصل كذا في المدرسة، تلاقيه طب بعدين أنا مش فاضي طب كذا. أو دلوقتي الناس بقت بتتعامل بتتواصل مع بعضها في البيت عن طريق الموبايلات دلوقتي، إنك تبعت لو عايز حاجة من حد تبعت له رسالة، أو أنت عايز تبعت حاجة فاني لحد من ولادك قاعد جنبك فتروح بعت له بالموبايل الرسالة على الواتساب بتاعه فيبص ويضحك، أنت مش هين عليك تقوم تحكيها له فيس تو فيس فتشاركه معاك فيقول رأيه فيتحاور فتشوف رد فعل الولد. يمكن الولد مش مبسوط فتعرف انه عنده اكتئاب مثلا، على يعني بمناسبة الكلام في يعني كشف العلامات يبدأ من التواصل والحديث. التواصل والتحاور، وانك انت تقعد تشوف مشكلة الطفل الموجودة ايه، لو عنده مشكلة في المدرسة تحاول تتدخل وتحلها معاه عشان ما تقلبش باكتئاب وتقلب سكور ريفيوزل وعدم الذهاب للمدرسة وتقلب بفرط حركة وعدم انتباه وتدهور دراسي ونخش في سكة تانية، ويكون هو أساسا هو كان الاكتئاب، يعني الموضوع كان ممكن يتعالج من الأول بطريقة أسهل بكثير. على كل حال سنواصل معك ومع مشاهدينا عن أسباب وأعراض اكتئاب المراهقين وأشهر نجوم المراهقين الذين يعانوا الاكتئاب، ونتابع بعد الفاصل. الوجبات السريعة تسبب الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين. أهلا بكم من جديد، أرحب بدكتورة عبير عيسى استشارية الطب النفسي، ونسأل سؤالا مهما في هذا الجزء، ماذا يحدث للطفل المكتئب إذا وصل لعمر المراهقة بلا علاج؟ سؤال هنا يعني الاستقرار الأسري والحياة السليمة والصحية تجعل الأناس أسوياء ربما، ولكن ألا يتولد الإبداع من رحم المعاناة؟ يعني كل هؤلاء المشاهير تعرضوا لاكتئاب في صغرهم وكانت يعني أغلبهم حياة أسرية ربما مفككة أو تعرضوا لأي ظروف، ولكنهم نجحوا وأبدعوا وأصبحوا يعني من مشاهير العالم. أكيد طبعا، بس تفسير أكيد هذا ممكن يكون يتعالجوا الأول، يعني يتعالجوا أو يعني حتى لو في كفاءات، يعني ممكن هو غير كفء في حاجة فممكن ندور على حاجة تانية يثبت فيها نجاحه يثبت فيها كفاءته. مش لازم ان انا مثلا كان عندي هدف معين وفشلت فيه ان انا اكتئب واتقوقع على حياتي وكده، يعني لو انا اكتئبت فعلا هدور على بديل اللي انا فشلت فيه دوت واحاول يعني اوصل له او امشي فيه، يمكن يكون هو دوت انا قدراتي ممكن تؤهلني لهذا. فانا عايز اقول يعني ان الفشل في حاجه ده ما يخليش يجي الاكتئاب والاحباط ويمنعني ان انا اتقدم او ادور على بديل للاسباب فشله دي ممكن تؤدي بيها للنجاح بعد كده. يعني ممكن يكونوا تعرضوا للاكتئاب بالفعل ولكنهم يعني تجاوزوا هذه المرحلة. لا يستطيع شخص مكتئب أن ينجح أو يواصل عمله. ممكن يساعد نفسه لو فعلا حاول يساعد نفسه وما استسلمش للمرض. أي مرض الواحد لو استسلم ليه أكيد طبعا يعني هيقلل منه، لكن لو هو فعلا كان عنده إرادة قوية وحاول يعني ما يستسلمش لمرض الاكتئاب وحاول يعني زي ما يقول يعني زي ما يقولوا اشتغل على نفسك شوية، يعني حاول انك انت تشوف بدائل، يعني تطلع من العزلة، تشوف تلعب رياضة، تشوف حاجة بتحبها تعملها، ترسم، تقرأ، تقعد مع الأهل، تقعد مع الأصدقاء، يعني حاول تطلع شوية. ما هو العلاج احنا عندنا كذا طريقة للعلاج، منها الشخص نفسه، يعني الشخص نفسه يحاول يغير من نمط حياته اللي كانت أحد أسباب الاكتئاب اللي هو دخل فيه. طيب العلاج يا دكتورة بالنسبة للمراهقين، أعتقد يعني أعراض اكتئاب المراهقين تقترب من الأطفال أيضا. هي قريبة بس مع وجود يعني بالنسبة للأسباب في بعض الأسباب طبعا المختلفة.
طبعا لان اسباب اصابه المراهقين بالاكتئاب بالضبط يعني يمكن مختلفه شويه عن الاطفال الصغار السن يعني قبل فتره المراهقه. في اللي هي المرحله العمريه بتاعه المراهقه سواء بقى في البنات او الاولاد اللي هي مرحله البلوغ بالضبط لان احنا يعني الاطفال بيقولوا ان الدراسات بتقول ان كل ما الطفل كان اصغر سنه كان الاكتئاب موجود اكتر في الاولاد، مع فتره المراهقه الاكتئاب بيزيد في البنات اكتر. طبعا اول حاجه اللي هو اهم حاجه في المرحله دي مرحله اللي هو الشخص او الشاب زي ما بنقول ما بقاش عارف هو بقى فين، بقى في انهي مرحله، بقى طفل ولا بقى كبير بالغ. فيبدا حته اللي هو عدم الثقه متلخبط، خصوصا مع بقى وجود الهرمونات بقى اللي هي هرمونات بقى البلوغ سواء هرمونات الانوثه او هرمونات الذكوره بتبدا تطلع للمستويات اللي هي الطبيعيه في هذا السن، ممكن تساعد على حدوث مرض الاكتئاب في هؤلاء هذه الفئه العمريه. بالنسبه لو خدنا بالنسبه للبنت طبعا مع لخبطه الهرمونات ساعات بيحصل شويه تغيرات هرمونيه على مدار الشهر بتخلي اللي هو اللي زي ما بنقول اكتئاب ما قبل الطمس او اضطراب ما قبل الطمس اللي هو قبل حدوث الدوره الشهريه في هذه المرحله، بمع تغيير الهرمونات هرمونات الانوثه بتبدا تقل شويه قبل حدوث الدوره بتبدا البنت بتبقى عندها علامات اكتئاب في هذا الوقت. فلو احنا لو الام ما عندهاش درايه ووعي كافي بمرض الاكتئاب او اللي ممكن يحصل شويه تغيرات في هذا الوقت ممكن تزود العبء على البنت وتدخلها فعلا في مرحله اكتئاب. فاهمني؟ تبقى عصبيه متوتره وعندها الام وكده، فالحاجات دي ممكن تكون برضو لو زادت على نسبه معينه ممكن تكون هي فعلا دي برضو اكتئاب. بالنسبه للولد، الولد عايز يثبت شخصيته، عايز ياخد بقى اراءه وعايز يعتقد ان هو الصح وكده، لو احنا نهرناه وخدناه مرحله بقى العند والتحدي ومش هتعمل يعني مش هتعمل، وكان ممكن تدخله في عزله وانطواء ويخش في اكتئاب، او ان اكتئابه ده يحاول يعالج نفسه بنفسه فيلجا الى تعاطي المخدرات والادويه والكحوليات وكده كسيلف ميديكيشن، يعني هو بيلاقي نفسه في الحاجات دي بتبسطه لانه مش قادر يتفاعل او مش لاقي نفسه أهلي في مرحله الكبر الذي وصل. بالظبط، اهلي ما بيفهمنيش، اهلي مش فاهميني، اهلي على طول يعني على طول الاب او الام اللي هو الشخصيه المتحكمه المسيطره، الاب او الام المسيطر او متحكم في اولاده بدون مجال للنقاش في اي موضوع، ممكن يدخل الطفل دخل المراهق في هذه الفتره سواء البنت او الولد في اكتئاب ويلجأوا لاشياء غير سويه للهروب من هذا الاكتئاب. فبقى كده بدل ما بعالج مرض الاكتئاب بس بعالج مرضين، يمكن يصل الامر تفكير في الانتحار. اكيد طبعا الانتحار واذيه النفس اللي احنا بنقول هو بيجي طبعا الشخص ده بيحاولوا يعوروا نفسهم او يجرحوا نفسهم باستخدام الات حاده او كده كنوع من انواع تنفيس الغضب اللي عندهم، او اللي هو ان هم يعني التمرد على الاهل اللي بيمنعوهم من 1 2 3 بدون ابداء او بدون توعيه، انت ليه منعتني من 1 2 3 فابدا انا انطوي في مكان او عزله وابدا ان انا اجرح في نفسي او افكر في الانتحار زي ما انت بتقول. نريد ان نتطرق الى علاج الاكتئاب لدى الاطفال والمراهقين بالتفصيل، ولكن يعني لدينا دراسه وهي في تجربه غير اعتياديه وجد باحثون في جامعه جيمس كوك الاستراليه علاقه بين الوجبات السريعه والاطعمه المصنعه وبين الاصابه بالاكتئاب خاصه لدى الاطفال والمراهقين، وقد اجري البحث على سكان جزيرتين احداهما تسمى مضيق توريس ويعتمد سكانها على الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، ولاحظ الباحثون أن الجزيرة تشهد زيادة كبيرة في معدلات الاكتئاب خاصة بين الأصغر سنا الأكثر استهلاكا للوجبات السريعة، في حين كشف البحث أن الأمر لم يعد كذلك في الجزيرة الأخرى وهي أكثر عزلة لا توجد بها منافذ للوجبات السريعة. كيف برأيك تؤثر الوجبات السريعة ونمط الحياة بشكل عام في نفسية الأطفال؟ والله ممكن تأثر بكذا طريقة. ممكن أولا طبيعة الأكل نفسه، يعني هو الأكل ده صحي ولا مش صحي. طبعا الوجبات السريعة كلها مليانة دهون مشبعة وبتؤدي إلى زيادة الوزن وبتؤدي إلى الكسل والخمول، فممكن يكون هذه الدهون الغير المشبعة دي أصلا من أحد أسباب الاكتئاب. ده علميا إن الاكتئاب مرتبط بالدهون المشبعة. على الناحية التانية النقيض الآخر اللي هو النظام الغذائي الصحي اللي هو المثالي، اللي هو بناكل اللي بنقول هيلثي فود أو غذاء صحي زي مثلا زي طبيعي وخضروات وأسماك وفواكه
وكده، دي كلها مليانه بحاجات صحيه زي الدهون الغير مشبعه وزي الفيتامينات وزي المعادن المهمه للذكاء، مهمه للذاكره، مهمه لحاجات كتير قوي، عوامل حيويه ونشاط ورياضه واكسرسايز، فكل الحاجات دي ممكن تكون دي بالطريقه العلميه ده سبب. ولكن علميا ثبت ان الدهون المشبعه ترتبط بالاكتئاب، مرض الاكتئاب، يعني نمط الغذاء ضروري في هذا الموضوع. بالظبط، لو الغذاء الصحي المفيد زي ما بنقول كده. عظيم. نريد ان نستعرض سريعا طرق العلاج قبل ان نفتح المجال لاسئله مشاهدينا. اول حاجه طبعا قلنا التوعيه للاهل، البحث عن السبب لعلاجه، لو كان السبب في البيت او في المدرسه نحاول نوصل له ونعرف ايه هو ونتناوله بطريقه يعني دقيقة جدا وجادة جدا، ما نهملهاش، حتى لو ممكن سبب تافه وصغير جدا، أنا شايفاه صغير لكن بالنسبة للطفل اللي عنده 5-6 سنوات هو شايفه كبير. بعد التوعية أبدأ بعد كده أفهم الأهل إن علاج، طبعا كل ما الطفل بيكبر في السن كل ما بيحتاج علاج سلوكي وعلاج دوائي. خلاص، ازاء وايه ودور الاهل هو العلاج بتاع اللي هو الفاميلي سبورت، اللي هو يبداوا اهله يساندوه في مرضه، يشجعوه انه هيطلع من حاله الاكتئاب دي. فالعلاج السلوكي بيكون عن طريق الاخصائي النفسي، العلاج الدوائي بيكون عن طريق الطبيب النفسي، وزائد ان احنا قلنا دور الاهل في الموضوع ده، ولازم الاهل ما يتكسفوش. يعني طب الدواء يا دكتوره له اعراض جانبيه او هو يعني يكون في دواء للمخ يعني؟ طبعا احنا بنقول من ضمن اسباب الاكتئاب ان في شويه عدم يعني عدم توازن بين بعض حاجات الهرمونات وحاجات اللي هي المستقبلات العصبيه الموجوده في المخ، بعض الافرازات الموجوده في المخ. فدور الدواء ان هو بينظم هذا الاختلال في التوازن بين هذه المواد، ترجع لحالتها الطبيعيه. طيب، كل الادويه ليها اثار جانبيه، المهم ان الدواء ما يبقاش ليه اثار جانبيه خطيره على الطفل تؤثر على عقله او تؤثر على احد اعضاء جسمه. ويكون الدواء دوت ناتج عن تجارب كثيره جدا علميه ولكن في كل الاحوال لا يلجا للدواء مباشره، يعني اعتقد في بعض الحالات، يعني لو الطفل صغير جدا بيبقى العلاج السلوكي، لو اكبر شويه او الاكتئاب شديد او متوسط يفضل الاثنين مع بعض. يعني طيب، يفضل امشي السكتين مع بعض في نفس الوقت. عظيم. نفتح المجال لاسئله المشاهدين، وارجوك دكتوره بقدر الامكان نحاول ان نجيب باختصار يعني حتى نستوعب جميع المشاركات. من انستغرام دعاء تسال: كنت عايزه اعرف طريقه التعامل مع المراهق المتمرد والرافض النصح، هل في امكانيه لتقويمه وتعديل سلوكه حتى يهتم بدراسته، خاصه انه كان من المتفوقين في الفتره الابتدائيه، مع العلم انه في الصف الثالث الاعدادي حاليا. طبعا اول حاجه طبعا هو قلنا دي ليها بدايه، يعني هو طفلها مش كده من الاول، يعني ده تغيير طرأ، تغيير سلوكي طرأ جديد عليه، فلازم اتحاور معاه وبقعد معاه وابدا اتكلم بطريقه يعني قريبه شويه عاطفيه من الطفل، وابدا اعرف واسمعه كويس واعرف ايه سبب مش عايز يذاكر، ليه العنف وليه العناد دوت الاول، وابدا افهمه. يمكن انا اقدر التمس من كده ان الطفل ده فعلا مكتئب ومحتاج علاج. عظيم. محمد سقراط يسأل: كيف نتجاوز هذه الأعراض خاصة الحزن وضعف التركيز؟ نتجاوزها طبعا يعني ان احنا المفروض ان احنا لو احنا ما توصلناش احنا بحل عن طريق التحاور مع الطفل، ممكن ان انا استشير طبعا الطبيب النفسي لوضع خطه علاجيه للطفل، سواء بقى لعدم تركيزه او لحزنه، يمكن الاثنين دول يكونوا نتيجه الاكتئاب اصلا، يعني كان هو مصاب بحاجه كده او نعم علامات لهذا. يعني سؤال من فيسبوك: صالح غزال، اكتئاب الاطفال بسن المراهقة هل علاجه سلوكي أم يحتاج لدواء؟ وضحتي هذا، سلوكي ودواء على حسب الحالة. هبة تسأل: الطفل الذي يعاني من الاكتئاب بسبب تعرضه للتنمر في المدرسة، ما الحل؟ الحل ان لازم اتواصل مع المدرسة ولازم اشوف المشكلة فين واحاول اعالجها مع المدرسين والأخصائية النفسية المسؤولة عن الطفل في هذه المرحلة العمرية، لتجنب تكرار هذا مرة أخرى. نعم. يسأل هلال الله: هل صحيح أن ممارسة الرياضة تساعد على الخروج من الاكتئاب؟ طبعا أكيد، دي أحد الطرق العلاج الضرورية جدا في مريض الاكتئاب. نونا تقول: هو الإحساس بالكسل وثقل الجسم لفترات طويلة وقلة التركيز والنسيان الكتير ولخبطة في الكلام لدرجة اللخبطة في أسامي أولادي، يعني هل هذا اكتئاب؟
لازم الاول ان انا اتاكد ان مفيش سبب عضوي لهذا. لان بعض نقص بعض الهرمونات لدى الشخص مثل هرمون الغده الدرقيه، نقص المرض الانيميا، بعض نقص بعض المعادن او الفيتامينات ممكن يؤدي الى كل اللي هي ذكرته ده. والمهنه ده بتلعب بدور يعني اعتقد اللي بيشتغل في الاعلام عنده كل الاعراض دي. فلو كل ده كويس ومفيش مشاكل اكيد احنا محتاجة تقييم من جانب الطبيب النفسي. طيب سؤال ايضا، ابني 16 سنه دايما يجادل وكتير بحس انه بيسال اسئله تعجيزيه واحيانا تدخل في الكون والدين وفي حاجات كتير جدا، وانا اوقات بحاول اقول له الاجابه مختصره لانه كان بيعود بالاسئله الصعبه، فماذا افعل معه؟ ممكن انا ابدا انا هو ادور على اجابه هذه الاسئله مع بعض، اكيد هتبقى مفيده جدا يعني. نقاش يتحول الامر الى نقاش وندور يعني لو في هي بتقول ساعات بتبقى الاسئله صعبه شويه او هي مش عارفه ترد عليها، فعلا ممكن نتعرض لكده كتير قوي، فلو احنا حاولنا ندور على مصدر الاجابه على هذه الاسئله، وطبعا اعتقد الانترنت دلوقتي يعني جوجل يعني مليان اجابات لكل جميع الاسئله اللي في الدنيا. بالظبط، ممكن تدخل معاه وتقرا معاه نوع من انواع المشاركه، نوع من انواع الدعم اللي كسبه، وتديله ثقه بنفسه ان الحاجه دي مش اللي بيساله ده حاجه مش سطحيه ولا تافهة، ولا بالعكس يعني تعزز له ثقته بنفسه شوية، وفي نفس الوقت الشائعة الإجابة الشائعة لما تكبر أو لا تسأل في هذه الأمور ربما يكون هذا شائع هو إيه، إن أنا بقى عربيا في المجتمعات العربية بحبطه على طول ما ادوش فرصة يفكر أو يتكلم في أي حاجة بعد كده. أشكرك جزيل الشكر دكتورة عبير عيسى استشارية الطب النفسي في المستشفى الأهلي، أشكرك على هذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا بعد الفاصل في فقرة حمية اكتشف معنا سر العلاقة بين نقص العناصر الغذائية وزيادة الوزن.